مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في الشاشه التفاعليه شوف تيفي. اعلن فريق بولونيا الايطالي على التعاقد ديالو بشكل رسمي مع لاعب المنتخب الوطني كاميل مايي، ونشر الفريق الايطالي على موقعه الرسمي صوره ديال اللاعب المغربي كاميل مايي بقميص النادي، وكشف مايي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وكتب: بعد قضاء 10 سنوات داخل ليدج حان الوقت لمواجهه تحدي من نوع جديد في مساري الاحترافي، وكنوه بكل مكونات نادي على السنوات العشر اللي قضيتها معهم، وجات ساعة خوض تجربة جديدة وتحدي آخر إن شاء الله. جدير بالذكر أن كاميل مايي هو الأخ الأصغر للدوليين المغربيين سامي وريان مايي. فهذا غادي نوصل لنهاية هذا الخبر، إلى اللقاء. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.